السلام عليكم خوتي اخواتاتي، كنتمنى نلقاكم بخير وعلى خير في هذا الفيديو الجديد. خوتي اليوم جيت نشارك معكم واحد الوصفه، الرغيفات كيجيو زوينين. عندي شويه ديال الدند وشويه السدا ديال الدجاج، وعندي اخوتي الشحمه محكوكه، وعندي البصله، وعندي هنا الفلفله الحمراء والفلفله الصفراء وخضراء، شحرتهم شويه وصوتيتهم شويه في شويه ديال الزبده، وعندي الزيتون كحل قطعته بهذه الطريقه، عندي شويه ديال الكمون وشويه ديال الابزار وشويه ديال الملحه وشويه ديال الزعفران. خوتي تابعوني باش تشوفوا الفيديو كيفاش داز قدامكم. الفيديو راه شرح راسو. بسم الله. وعندي شويه ديال الربيع، وعندي مطيشه محكوكه والبصله، و هاني درت المقله وغادي نحط البصله تشحر مزيان، وغنخليها تشحر شويه، وغادي نزيد فيها الصدر ديال الدجاج وهذا الكراميل، وغنخليهم يتسلقوا شي شويه، وعاد نزيد عليهم التوابل اللي كاينين. هانتوما اخوتي، كنتمنى يعجبكم هاد الخير اللي كندير. انا غنصوتيهم مزيان يتشحروا، وعاد غادي نكمل. دابا غادي نزيد فيهم الشحمه، حكيتها بالحكاكه رقيقه جات بحال الرز، وغادي نزيد معدنوس والقزبر، وغادي نزيد الفلفله الحمراء والصفراء وشويه، وغادي نزيد التوابل كاملين وتشحروا مزيان. العطريه كامله راه حطيتها، كنتمنى نلقاكم بخير في هاد الفيديو تشوفوا فيها وتلقاكم بصحيحتكم. هاو كتشحر اخوتي، هاد مطيشه اللي حكيتو البصله ما غاديش نديرهم في هاد لاصوص، غادي نديرهم في المقله الاخرى، حيت باش لدن ديوك لدن دو والتوابل اللي درت مع لدن دو سميتو ياخذوا وقتهم شويه هما، عاد غادي ندير في هذه المقله مطيشه والبصله، وغادي نزيد فوق منها شويه الزيت البلديه وشويه ديال الربيع. كلهم يتشحروا مزيان، وغادي نزيد الزيت البلديه، وغادي نزيد شويه الزيت البلديه حتى في هذيك البقله الاخرى، حنت على حساب واخا فيها الشحمه غادي الزيت البلديه راه عارفين راه كتجي في الطياب مزيانه وكتجي كتلذذ الماكله. شويه الزعتر، ونخليهم يتشحروا مزيان، وغادي نزيد فيها شويه الكرافس، حيت الكرافس كيتواتي مع الحوت، وكي وهاد الوصفه اللي درت لكم راه ديال البرد اخوتي، وفيها بزاف الحويجات اللي كيكونوا نافعين وكيكونوا كيزيدوا في الطاقه ديال الانسان، وكيزيدوا في كلشي كلشي مزيانين بزاف لهاد البرد. ما تنساونيش في اللايك ديالكم، ما تنساونيش في الدعم ديالكم، وكنتمنى تكونوا هاد القناه راه ديالكم قبل ما تكون ديالتي، داركم حسبوها داركم ومرحبا بكم فيها، وكنصحكم بزاف وكنشكركم بزاف. دابا راه غادي نشحر هاد الخير مزيان مزيان، وكنتمنى تجربوا هاد الوصفه بزاف، راه مزيانه للدراري الصغار والكبار وفيها الفوائد بزاف.
انتما هانتوما معايا في هذا الفيديو، تشوفوا كيفاش غادي يسالي هذا الفيديو ان شاء الله باذن الله. وغادي نشارك معكم حتى العجينه ديالتي اللي غادي باش غنعمر هاد باش غادي نعمرها في هذا الحشوه. غادي نشارك معكم العجينه وغادي نكون فيها بزاف د الحويجات اللي كيكونوا مفيدين للصحه ومفيدين للطاقه ديال الانسان ومفيدين المناعه ديال الصغار والكبار. وبالنسبه للدراري اللي كيلعبوا الكره واللي كيجري واللي فقر الدم بزاف 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 د الحويجات، ها نتوما غادي تشوفوا هذا الشيء اللي غادي ندير. وملي تجربوه وردوا عليا التعليق ديالكم، وكياكل مزيان وكي شنو نقول لكم، مهم جربوها وردوا عليا. شويه عيانه شويه بالحلاق داكشي باش ما كنقدرش نهضر بزاف. انا دابا زدت الزيتون، الزيتون خليتها حتى تشحرط مزيان التوابل كاملين، عاد غادي نزيد الزيتون وغادي نخليهم يبردوا ان شاء الله بما نوجد العجينه ديالتي. وانتم معايا وغادي تشوفوا الطريقه ديال العجينه حتى هي. وهذا الخير واخا تاكلوا غير هكا بالخبز، شتي هكا فاش سميتو غتدوزوا بها الخبز وغادي يجي زوين الحشوه. يا سلام زوينه واحد الريحه ما نقول ما نعاودش لكم. كما قلت لكم اخوتي راه عيانه والله الا عيانه، دابا سخيت بكم. والعجينه ديالتي راه فيها الفرص، فيها الربع يعني بين كيلو لا ربع، بين القمح والفرص. غادي تشوفوا العطريه اللي غادي يعني العشوب اللي غادي ندير فيها. هنا راه ما غاديش ندير فيها الخميره، دايره فيها معقه ديال النيدو ودايره الفوه ودايره شويه القرنفل ودايره الزعتر والنفع وشويه الكمون. وغادي نزيد فيها شويه الزيت البلديه، وغادي نزيد شويه ديال الربيع العجينه كتجي، وشويه الملحه وغادي ندير شويه ديال الربيع كيجي زوين. ملي غتبرد هاد الحشوه بما نجمع العجينه ديالتي وانتم معايا. وكما قلت لكم اخوتي هاد العجينه راه كتستاهل بزاف بزاف ديروها وليداتكم يفطروا بها. وعلى حسب البرد العشاء، واخا ما تقدروا كاع ديروا العشاء، ديروا غير توجدوا غير هاد الرغيفات راه فيهم كلشي غير الحويجات زوينين اللي غادي تنفع وليداتكم وتنفعكم الصغار والكبار. وكنتمنى ان شاء الله باذن الله اخوتي يعجبكم هادشي وتردوا عليا في التعليق. وكنتمنى تجربوا هاد الوصفه هكذا بهاد الطريقه. و شغل نقول لكم واخا تديروا في الطبيصين وتاكلوا بها غير هكا. والحريره راه دايره الحريره ديالتي كطيب. وجدت هاد المسيمات هكا الحريره ما شاركتها معكم، ولكن جاني الفيديو طويل داكشي باش قصت الفيديو باش ما يجيكمش الملل في الفيديو، باش ما يجيوكش تفرجوا فيه مزيان. راه حطيت لكم الفيديو ديال الحريره وفيه هاد الرغيف النيت اللي دابا اللي وريت لكم الطريقه ديالهم. وها نتوما معايا بداكشي باش بغيت نشارك معكم الطريقه باش جوجتهم. حيت الا جمعت الفيديو ديال الحريره ومع هذا غيجيني الفيديو طويل، ما غاديش تفرجوا فيه كامل. انا راه عجنت بالماكينه ديال العجينه ما عجنتش بيديا. ودابا غادي نوريكم غير كيفاش غادي نقطع العجينه وقداش غادي ندير في هاد الغريصات. وانتم ليكم الاختيار ديروهم كبار ديروهم الصغار، انا درتهم الصغار. وغادي نشارك معكم ان شاء الله كامل هادشي اللي في هاد الفيديو. ها انتم معايا انا وريت لكم دابا الطريقه، وتبعوا الفيديو حتى الاخر. واللي شاف هاد الفيديو ما ينسانيش فواحد اللايك، ما ينسانيش فواحد ابوني. ماشي كنقول لكم خاطركم وعرفتكم ولاد الخير، المغاربه ديالنا راه كيستاهلوا الخير، ولاد الاصل ولاد الخير.
وكنشكركم بزاف، والله يرحم بها الوالدين. السلام عليكم.